صباح الخير أعزائي، حابب أكلمكم اليوم عن موقف حصل معي. البارحة اتصلت بي امرأة ألمانية لتخبرني أن لدي دين عليها. بصراحة أنا لم أتذكر إلا بعد أن أخبرتني باسمها وسبب الدين، فتذكرت أن لي عليها بحدود 70 يورو. اعتذرت مني على التأخير وقالت لي تعال غدا لأعطيك المبلغ. أصدقائي، هذه الامرأة التي أكلمكم عنها هي ليست امرأة بفقيرة، هي امرأة غنية لديها بيت كبير. عندما تدخل إلى بيتها وترى الآثاث الفخم فيه وفصال البيت تقول إنه فيلا وليس بيت. لكن أتذكر قبل حوالي سنتين عندما طالبتها بالمبلغ ترجتني وقالت لي ليس معي المال وطلبت أن أصبر عليها. أدركت حينها إنها إنسانة صادقة جدا ولا تكذب، حتى إن الدمعة بدأت تظهر على عينيها. فقلت لها اعتبري هذا المال هدية مني وقبلتها على رأسها وقلت لها كلمات تواسيها وتركتها وذهبت. لكنها شكرتني كثيرا وقالت لي تأكد أنني سأرد لك هذا المال في يوم من الأيام عندما يصبح معي. وعندما ذهبت اليوم لأسترد المبلغ حسب رغبتها هي، فاجأتني وكانت مفاجأة جميلة جدا. فبعد أن اعتذرت مني كثيرا على التأخير وشكرتني جدا لأنني انتظرتها كثيرا، كانت لي مفاجأة جميلة منها. قالت لي أنا لست بفقيرة، لكن عندما توفي زوجي كان لديه كثيرا من الديون، اضطررت أن أدفعها بكاملها، لذلك لم يكن لدي المال، لكنني تمكنت الآن من دفع كل الديون وحالتي المادية أفضل، لذلك اسمح لي أن أقدم لك هذه الهدية. فكانت المفاجأة أعزائي، أعطتني هذا الكيس الذي فيه الأموال وفيه هدية منها. دعونا نفتح هذا الكيس مع بعض. ماذا يوجد داخل الكيس؟ هدية جميلة جدا، سنفتحها مع بعض. وكذلك ظرف، يبدو عليه ظرف معايدة، بطاقة شكر جميلة مكتوب عليها ألس ليبة بالألماني، أي كل الحب وكل الشكر. نفتح هذه البطاقة لنرى ماذا يوجد بداخلها. ورقتين نقديتين من فئة 50 يورو، كذلك اسمها وتوقيعها والشكر. شيء جميل جدا أعزائي. لنفتح هذه العلبة. حلويات جميلة، حلويات العيد على ما أظن. من خلال تعاملي مع الألمان وجدت أنهم ناس جيدين، ناس صريحين لا يكذبون، ناس تقدر المعروف جدا إن عملت معهم معروفا، ناس صريحين للغاية لا يستخدمون أسلوب الكذب ولا النفاق. وبالمناسبة كي لا يفكر أحد تفكيرا خاطئا، أقول لكم إن هذه السيدة هي كبيرة بالعمر جدا، بين 80 و90 عام، وهذا الشيء وجدته ليس فيها فقط بل بكثيرين رجال ونساء. تحياتي ومودتي، كان معكم بشار من قناة الحياة مختلف محاورة مع بشار على اليوتيوب، بولسبكت اوف لايف على التيك توك، بشار بيرو باللغة العربية على الفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي. رجاء عمل لايك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب، فولو تويتر واكسبلور على التيك توك، والاشتراك بباقي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجدونها في صندوق الوصف. أراكم في فيديو قادم. سلام.